نبدأ مع بعض الجزء الثاني من الترانسبورتيشن. هنشوف بعض الأمثلة اللي موجودة عندي. فهنا مثلا مديني مثال، مثال اللي عندي إن أنا عندي 3 مصانع. 3 مصانع دول عبارة عن المصنع الأولاني 200، 175، 75. المراكز W1 W2 W3 أو المراكز الفرعية بيحتاج 250، بيحتاج التاني 100، التالت بيحتاج 150. أما نيجي نبص نلاقي هنا بقى إيه مشكلة عندي، ما عنديش اتزان. هنا عندي 200، 175، 75 بقى 450. المجموع اللي هنا كله بقى 500. يبقى معنى كده إيه؟ المفروض الفرق يبقى صفر. طب يبقى في عندي 50. ال50 دول الفرق دول ببدأ أعمل فيهم إيه؟ نبدأ نبص نشوف هنعمل فيهم إيه؟ يعني ال50 ده هما الفرق ده هوت. نبدأ نشوف هادي. هنشوف أول طريقة عندي إن أنا ببدأ أحط صف الصف، أو ناخد الصف رابع أو مصنع رابع. المصنع ده هوت بقول إن التكلفة بتاعته بتبقى صفر، وأحط ال50 فيه، بحيث إن أنا لما أجي أوزع فيه التكلفة بتاعتي 50 في 0 بتبقى بصفر صفر صفر، وأبدأ أشتغل عليها. مثلا هناخد طريقة الليست كوست ميثود. فلما نيجي نشوف الليست كوست ميثود، ال250 ده هي أهو ال50 الأولانيين أهم خلاص جم هنا مع أقل تكلفة، خلاص بقت ليست كوست ميثود بقت 50. يبقى أنا خلاص خدت ال50 وأبدأ الصف ده خلاص انتهى، مبقاش فيه مشكلة عندي، وأبدأ أوزع تاني. في أقل تكلفة عندي اللي بعدها كام؟ 4. يبقى أحط هنا كام؟ ال100. يبقى ال100 هم هيتحطم، ال100 دول هملاهم منين؟ من ال200 دول. يبقى دي معنى كده إن فاضل في دي كمان 100. طيب يبقى الصف ده كمان كمل. نبدأ بعد كده نشوف اللي بعده. أقل تكلفة بعد الـ4 فين في التكلفة اللي عندي؟ طبعًا دي خلاص اتلغت. يبقى أقل تكلفة عندي هي الـ6. الـ6 ده هيت معنى كده إن أنا هكمل، آدي ال100 وأنا عندي 100 هيت. يبقى خدت ال100 دي كمان حطيتها هنا. طيب بعد كده نبدأ نشوف هناخد دي اتملت، وده كمان خلص لان انا خلاص مش هقدر اخد منه لان خلاص ال200 بتوع. نبدا نشوف اقل تكلفه تانية عندي كام؟ 6. ال75 اهم بس هم خدتهم كلهم، يبقى برضه اتملى. يبقى انا ما اقدرش، خلاص ده خلص وده خلص وده خلص. يبقى معنى كده فاضل عندي ان انا هاخد من هنا اكمل دي ال150، يبقى اخد منهم 75 من ال175 دول، وال100 اللي فاضله دي هتيجي فين؟ هتبدا تيجي في المنطقه دهيت اللي عندي اللي هي بقت ال100 اهيت. يبقى انا لما ابص للتوزيع عندي ادي 100 100 ادي ال200. طيب هنا 175 بقت 100، 175 75 اهو، ال50 اهو. لما اجي ابص الاقي ايه هنا؟ مثلا 50 100 100 اهو، هنا ال100 اهي، هنا 75 75 بقت 175. انا طبعا في البدايه خالص حطيت خليه او زودت صف اهوت، لان النقص كان فين؟ النقص لو انا بصيت ليه من الاول خالص، بصيت ليه القيم اللي عندي، ان انا اهو ابص الاقي انا عندي هنا ايه؟ ان انا زودت هنا 450. فعشان 450 يبقى معنى كده السبلايز اللي عندي او كلها بقت ناقص 50، فبروح مزود سبلاي جديد تكاليفه بصفر، منبع جديد تكاليفه بصفر، بحيث انها تديني القيم اللي انا عاوزها. يعني معنى كده ان انا السبلاي الجديد اللي عندي اللي انا وزعته ابص الاقي ان تكاليفه بقت بصفر اهوت. السبلاي الجديد اللي عندي زودته، التكاليف بتاعته اهيت بصفر عندي، وبدات اوزع القيم اللي موجوده عندي بالمساله. يعني لازم نحط في دماغنا ان انا لازم يكون المجموع هنا هو نفس المجموع اللي موجود عندي. لما نيجي نحسب بقى التكلفه بتاعتي هلاقي التوتال كوست ده طبعا عن طريق الليست كوست ميثود اهو. التوتال اهو 60 اهو، 6 في 100، 4 في 100، 10 في 100، 8 لحد 50، يبقى 3500. يبقى دي التكلفه بتاعتي. طيب نيجي نشوف نعمل الاختبار بتاعي. الاختبار بتاعي عباره عن ايه؟ ابدا اخد الخلايا الفارغه اللي عندي وابدا اعمل لها اختبار. الخليه الفارغه الاولانيه هبدا اعمل لها اختبار معايا اهو، هنشوفها.
بدأنا منين؟ بدأنا من 9، ادي التسعة. طيب وصلنا لفين؟ التسعة دي يعني معنى كده ان انا لازم اوصل مع خلية تانية، ببدأ من الخلية الفارغة واوصل لخلية ملانة. الخلية الفارغة دي بعتبرها اشارة موجبة اهيت، وابدأ اوصل لخلية ملانة اهي، الخلية الملانة الملانة اللي عندي. لان اللي بيحصل عندي ايه؟ ان انا خدت من هنا وصلت ل 100، اوصل 100 هنا اوصل 75. طب اللي بيحصل ان انا ما نقلتش ليه دي ليه؟ لان لما اجي انقل لدي، طيب الفرغه الثانيه بتاعتي هتبقى فين؟ هبدا كده مفيش، كده مفيش الملان، كده مفيش، كده مفيش. يبقى انا لازم اتنقل من واحده ملان، من فرغه لواحده ملان، وبعد كده اهي يعني لكده اهو، يبقى هي دي خلاص. يبقى انا باخد دي على دي على طول اهي، وبعدين ال 100 وبعدين ال 75. فلما نيجي نبص نلاقي التكلفه بتاعتي اهيت، انا بعمل كده الاختبار بتاعي اهو. التكلفه بتاعتي او القيمه بتاعتي هتطلع كام اهو؟ لما نيجي نبص لها اهي، 9 و6 3 موجب 13 ناقص 8 بقت 5. يبقى معنى كده ان القيمه دي 5 عندي. طب نيجي ناخد الخليه الفارغه اللي بعدها اللي هي دي، نشوفها هتبقى كام اهو. اهو اف 2 اهي، هتبقى كام اهو؟ نبدا نشوف اهي، بدأ اهو، شوف راح فين اهو، تعال نشوف مش ازاي اهو. من 10 الفرغة التانية اهي بدأت اهي، الخلية الفرغة اللي عندي كام اهي؟ الخمسة اهي، الخمسة دي راح لفين؟ الخمسة بعد كده هيبدأ من خلية فرغة 5 تطلع ل10 بالناقص اهي، هذه القيمة 10، وبعد كده هتطلع ل6، وبعد كده هتطلع لكام؟ ل100، وينزل تاني ليها اهو. يبقى معنى كده اهو، يبقى ادي هنا من 10 ل6 ل4 ل5. ليه؟ هو الفكره ايه؟ ان انا بعتبر ان انا بنقل خليه واحده بس، يعني باخد خليه واحده موجبه ابدا انقلها، بحيث وابدا احسب التكلفه بتاعتها. فلما هنيجي هنا نبص لها طلعت كام؟ ناقص 3. لما ناخد 4 هنا هتبقى، يبقى هنا 5 بالناقص، يبقى هنا 1، وهنا هنا بقى 1 بالموجب، 1 ناقص 4 يبقى اديني ناقص 3. يبقى دي اول خليه عندي بالسالب، يعني انا دايما بشوف الخليه. طب نيجي نشوف الخليه اللي بعد كده او القيمه اللي بعد كده اللي هي الخليه الفارغه الثانيه اللي بعدها اللي هي فين؟ اللي هي المفروض ادي واحده وادي الثانيه. فنبدا نشوف، هنبدا يعني ناخد الخليه اللي بعدها اللي هي اهيت 12. الخليه دي اهيت هت 12 هت 7، وبعد كده اهي هتشوف هتروح فين؟ 12. هو كده على طول هناخدها لفين؟ اهو ما انا عشان ابدا امشي صح باخد 12 خط مستقيم اهوت، وبعدين 75، وبعدين 100، وبعدين برجع ل 12 تاني، بحيث ان انا اهو اهو ل 8 موجب، بعد كده ل 10 سالب. بمعنى ايه؟ ان انا بدات بموجب سالب، موجب سالب. ليه؟ عشان الاتزان يبقى واحد، يعني انا لما بنقل واحده من هنا بجيبها هنا خلاص، هي بقت هنا موجبه لكن شلتها من هنا. طيب هضيفها تاني هنا، عشان لما هشيلها من هنا هضيفها هنا، يبقى انا ما عملتش حاجه. بعد كده هبدا اشيلها من هنا وهضيفها هنا، يبقى معنى كده انا ما عملتش، الاتزان ثابت زي ما هو. وابدا احسب برضو التكاليف، هتلاقيها هنا ناقص 4، يعني ادي القيمه طالعه 4. نبدا ناخد الثالثه اللي بعدها، فين اللي بعدها؟ اهي ادي الخليه الفاضيه اللي بعدها اهي موجوده، اللي هي فيها التكاليف بكام؟ بقيمه 7، ادي التكاليف 7. نبدا نشوف هيحصل ايه اهو. اهو شوف بقى ماشي ازاي المسار عندي، 7 اهو التكاليف اهو 7، بعد كده وصل ناقص 6 اهي، ناقص 6 اهو، 8. شوف خلي بالك عشان المسار، احنا اتفقنا ان المسار لازم يكون في خطوط مستقيمه اهو، ناقص 10 زائد 6 بعدين ناقص 4 وترجع تاني ناقص 7. اما اجي احسب التكاليف بتاعتها او القيم بتاعتها، هتبص تلاقي القيمه بتاعتها طلعت موجبه 1. طيب في عندي خلايا تانيه فاضيه، ادي الخليه دي وادي الخليه دي، نبدا نشوف هنحسبها ازاي اهو. اهو بادئ منين الخليه عندي اهو، هتبص تلاقي اهو فين، ادي الخليه دي اهي اهي، من الخليه دي هيبدا يمشي القيم بتاعتي، 0 ناقص 0 بلس اهو زائد 6، يعني هو كده طالع اهو من هنا، ادي 0 موجب 0، وبعدين هيطلع لزائد 6، وبعدين هيطلع ناقص 4
وهينزل تاني. يعني هو بص بدأ منين اهو، قال خليه ادي زيرو اهي، لو خليه زيرو ده بالناقص، بعد كده هيطلع زيرو هنا زائد، هيطلع هنا هنا ليه؟ لان هو لا هطلع كده وهطلع كده وبعد كده هاجي كده وهنزل كده، مش هتنفع معايا. فاللي يحصل زي انا ماشي كده اهو في خطوط مستقيمه اهو، لحد فوق لحد هنا لحد هنا، فطلعت القيمه اللي عندي كام؟ بموجب 2. طيب فاضل خليه عندي فاضيه اللي هي دي، الخليه الثانيه دي هبدا اعمل لها اختبار اخر اهو اهو، هيبدا يمشي ازاي اهو اهو، زيرو موجب اهوت، ببدا بالزيرو الموجب، بعد كده هيوصل للزيرو تاني اللي هو السالب اللي هي اهي اهي، يعني جه من هنا راح هنا، بعد كده هيطلع ل 100 فوق، ولا هيطلع لفين؟ لا هيطلع هنا 100، هيطلع يبقى عندي كام؟ ب 10، لان ما اقدر. وبعد كده هبدا اهو هاخدها لحد فين تاني؟ بعد ال 10 يبدا. طيب نشوف في خطوط مستقيمه، يبقى لازم اجي كده اهو عند ال 75 اللي هي ب 8، بعد كده هينزل عند الزيرو تاني اللي هي القيمه بتاعتي اللي هي موجوده اهي اهي عند الزيرو، يقوم يطلع القيمه عندي. هبص للقيم اللي موجوده عندي دي كلها، هلاقي ايه؟ ان الخلايا اللي عندي اللي موجودة عندي فيها خلايا فارغة اهو، هبدأ اخد انهين اهو اللي هي ناقص 3 اهي، هي دي اللي ابدأ انقلها بقى، هي دي اللي هتعدل لي من القيمة بتاعتي. فين اللي هي القيمة؟ F2 W2 اللي هي فين؟ اللي هي دي اللي هي القيمة ده اهي، هي دي القيمة اللي عندي، فابدأ انقل منها. يعني هبدأ اخد بقى من هنا القيمة دي ابدأ انقلها هنا، هبص تلاقي القيمة عندي طلع كام اهي؟ اهو 100 100 و100، يبقى دي القيم اللي انا خدتها عندي او قيمه F2 عندي، يبقى انا معنى كده دي بناقص 3. هتبص تلاقي القيمه اهي، هعمل ايه اهو؟ هبدا هاخد من دي احطها عندي، يبقى هحط ال 100 فين؟ هنقلها هنا، الخمسه تتنقل ال 100، طب ال 100 اتنقلت من هنا خلاص دي زي ما هي هنا، يبقى لازم تتشال من هنا. هتتشال من هنا تروح فين؟ تروح هنا المنطقه الثانيه دي اهي، دي بقت زيرو، دي بقت 200 لان انا هي اساسا كان فيها 100، ضفت لها 200 اهي بقت 200. طيب ال 200 دي اهيت اهيت، لما نيجي نبص لها هي دي 200، فكان عندي هنا 100 انا نزلت بيها تحت هنا، يبقى معنى كده ان القيمه دي بقت كام؟ بقت صفر. يبقى ادي التوزيع اللي انا عملته جديد، ان انا نقلت من هنا ال 100 دهيت نزلتهم تحت هنا، وبدات احسب اهو. لما نيجي نبص لها اهي المية اهي نزلت هنا وبعدين جت هنا اتشالت بقى اهي، من هنا اهي راحت هنا بقت 200 هنا، وتنزل في المنطقه دي اللي هي اللي انا نقلت لها اللي هي فيها اكبر اللي هي القيمه اللي عندي السالبه. طب نبص بقى نشوف التكاليف، التكاليف عندي اهي بقت دي التوتال كوست عندي، يبقى معنى كده ان انا عندي لازم بقول ان انا بالمسار بتاعتي لازم يكون الخلايا كلها ممتلئه، يعني لازم عدد الاعمده زائد عدد الصفوف ناقص واحد بيديني اكبر بيساوي الخلايا الملانه عندي، يعني لازم عشان يبقى فيه اتزان ان عدد الاعمده زائد عدد الصفوف ناقص واحد يديني مجموع الخلايا اللي هي ايه؟ ادي 1 2 3 4 5، يبقى لازم كده نقول عمليه المسار عشان ابدا اقول ان الحل بتاعي موجود عندي. طيب نبدأ بعد كده نشوف مثال تاني أو مسألة تانية، مسألة تانية عن طريق النورث ويست كورنر. المسألة التانية دي عبارة عن إيه؟ نبدأ نشوف أهو، أدي عندي الديماند A B C السبلاي، الديماند عندي 1 و2 و3 و4، هنا عندي أربع صفوف أربع أعمدة وتلات مصانع، يعني تلات مخازن رئيسية وثلاث مخازن فرعيه. المخزن الفرعي الاولاني محتاج 200، الفرع الثاني 225، الفرع الثالث 275، 250. لما نيجي هنا 400 300 250. طيب نيجي بقى نوزع عن طريق، طب نيجي نشوف الاتزان الاول عندي هنا 400 700 950. لما نيجي نبص نلاقي هنا ادي 225 275، الاثنين ده هم هيدوني 500، 500 و450 يبقى هم 950، يعني معنى كده ان في عندي اتزان، يبقى مش هحتاج ان انا اعمل دامي عندي، يعني مش هحتاج اعمل حاجه وهميه، يا اما مصنع وهمي يا اما مخزن
وهم عندي. طيب نبدا نوسع عن طريق النورث ويست كورنر، زي ما اتفقنا ان انا اول أو اول ركن اهو الشمال الغربي دهوت ال 200 هاخدهم اهو، انا عاوز 200 خدتهم حطيتهم هنا، اتفضل ده 50 هوديهم فين؟ هجيبهم هنا، هجيبهم هنا اهو، ادي ال 50 اهو 50. يبقى انا على كده ده خلاص اتخلص وده خلص. نبدا نشوف اللي بعده، اللي بعده فين؟ اهو اهو 175، لان انا 50 و50 يبقى معنى كده ده خلص كمان، 175 يبقى فاضل 125 اهو، يبقى ده كمان التالت المصنع المخزن الفرع الرئيسي التاني خلص. يبقى فاضل عندي كام؟ ال 400 دول، ال 400 ده هم اللي هيحصل فين؟ انا عاوز 275 هنا، يبقى اللي هيحصل هنا ايه؟ هحط هنا اهوت ال 150 اهو، وبعد كده هحط بعد كده ال 250 موجودين هنا. يبقى ادي توزيعة النورث ويست كورنر. طيب نيجي نشوف التكاليف بتاعتها، طلع هنا من الحساب بتاعتي ادي 200 في 11، 50 في 13، 175 في 18، 150 الاجمالي كله طالع 12200. ال 12200 ده هم دول التكاليف الرئيسيه، او اسف تكاليف التوزيع بتاعتي. هل دي الاوبتيمم؟ طبعا ما اقدرش اقول دي التوزيع الاوبتيمم الا لما اعمل ايه؟ اعمل الاختبار بتاعي بتاع الستيبنج ستون، ان انا ابدا اجيب الخلايا الفارغه وابدا اشوف اذا كانت الخلايا الفارغه دي كلها موجبه يبقى هو ده التوزيع الامثل، اذا كان فيها خليه سالبه فباخد اكبر قيمه سالبه وابدا اعمل عمليه الستيبنج ستون اللي عملناها في المساله اللي قبل كده، ونبدا نشوف ايه اللي هيحصل عندي. طيب نبدا نشوف بقى، نشوف اول قيمه عندي اهو، يعني نبدا نشوف اقل تكلفه عندي ده لو هاخد المساله برضو بنفس طريقه الفوري، يعني حلناها الاول بطريقه النورث ويست، هنحلها تاني بطريقه الفوجلز اهو، مساله تانيه برضو بطريقه فوجلز، وهشوف اهو خدت انا اقل زي ما قلت، انا هاخد اقل قيمتين عندي 11 13 17 14، اقل قيمتين 11 والفرق بينهم 2، اقل قيمتين هنا 14 و10 الفرق بينهم 4، هنا اقل قيمتين 21 و10 13 24، يبقى اقل قيمتين عندي الفرق بينهم 3. نيجي بالنسبه للصفوف، اقل قيمتين عندي 11 و16 21، يعني اقل قيمتين 11 و16 يعني الفرق بينهم 5، هنا اقل قيمتين الفرق بينهم 5 برضو، هنا اقل قيمتين الفرق بينهم كام اهوت، نشوف الفرق بينهم كام، 1، هنا اقل قيمتين الفرق بينهم 0، لان 10 و10 0، فباخد اكبر فرق. طيب اكبر فرق باخدها منين؟ باخدها مع اقل تكلفه، لان انا عندي مثلا هتبص لي عندي هنا 5 وعندي هنا 5، فدول الاثنين متساويين بس دول اكبر حاجه، اخد مين فيهم؟ اخد الاقل تكلفه ده العمود اللي فيه اقل تكلفه، لان هلاقي هنا 13 18 24، باخد 11 16 21، دول اقل 5، وابدا املاه، يعني ابدا املا العمود ده. ال 200 ده هم انا عاوزهم، ده الديماند بتاع، هاخدهم منين؟ من ال 250 دول اهم، يبقى ده اتملى، يبقى معنى كده ان العمود ده كمان خلص اهو، خلاص كده. طيب نبدا بعد كده نشوف برضو نعمل نفس القيمه اللي عندي اللي هنعمل اهو، نشوف اقل قيمتين عندي اهو، 1 14 13 يبقى 1، 10 يبقى 4، 10 و13 هيبقى 3. نيجي الصفين اللي فاضلين او الثلاث صفوف، هنا فرق طبعا انا ما غيرتش في ده، فهتلاقي ان الفرق هو الخمسه زي ما 13 18 5، الفرق الثاني هنا كام؟ 13 17 14، يبقى 13 و14 يبقى 1، هنا الفرق كام؟ 0، يبقى اكبر فرق فين؟ اهو الخمس، ابدا اوزع فيه مع اقل تكلفه اللي هي ال 13، يبقى هي دي اللي هتاخد ال 50 اللي فضل، يبقى معنى كده ان ده اتلغى خلاص اهو، يبقى ده كمان خلص الصف ده. هتلاقي عندي فاضل ايه؟ ادي صف خلص وعمود خلص، يبقى فاضل عندي الماتريكس اللي فاضله اهي، اللي هي دي اللي هي دي اللي هي دي، اللي هي عباره عن الصفين والاربع اعمده دول، خلاص. يبقى انا كده ابدا برضو اعمل نفس الفكره تاني، اشوف برضو اقل فرق موجود عندي، هنا هيبقى كام؟ 4، هنا هيبقى كام؟ 3، هنا هيبقى 6 لان كام؟ 18 6. طيب هنا هيبقى كام؟ 1 0. طيب اهو اكبر فرق كام عندي؟ تعال نبص تاني كده اهو، اكبر فرق كام؟ 6،
الاكبر فرق عندي اهوت 6. طيب واقل زيرو، يبقى باخد اهو اكبر فرق واخد منه اقل تكلفه، دي 18 و14، يبقى ابدا املى دي اهو اهو، يبقى 175. انا كان واخد الاول 50، خدت ال 175، يبقى خلاص خلص الفرق ده، يبقى العمود ده خلص عنده اهو. فاضل عندي العمود الثاني، يبقى برضه بنفس الطريقه. طيب يبقى عندي الماتريكس اللي هي عباره عن ايه؟ لو انا بصيت لها ثاني اهيت الماتريكس ده 14 10 10 10. طيب اقل فرق ما بين الصف ده كام؟ 4. اقل فرق هنا كام؟ نشوف اقل فرق هنا كام؟ 3. طيب نشوف هنا اقل فرق هنا كام؟ 1 اهو. اقل فرق في الثانيه كام؟ 0. فين اكبر فرق؟ اهو 4. فين اقل تكلفه؟ اهي. يبقى ده كام؟ كان خد 175. طيب هو فاضل فيه كام؟ 300. هو ما خدش حاجه خالص، ال 250 زي ما هو، يبقى هديله ال 250، يبقى خد ال 125 بتاعي، بس هو كده ايه؟ خلص. فاضل له 100. طب فاضل له 100، طب ال 100 دول اجيبهم منين؟ اهو تعال نبص اهو، يعني ادي 300، تعال نبص عندي اهو، يبقى انا كده عندي ده خلص. اهو ده خلص، طيب يبقى فاضل ايه؟ فاضل عندي خانتين ما اتملوش اهم. ادي واحده وادي الثانيه. لو انا بصيت لها كده دي واحده ودي الثانيه، لما اجي احسبهم انا دهوت اهو، تعال نبص دي اهي 125 اهمت اهو، ادي 275. يقوم يتفضل لي من ال 275 دي كام بقى؟ هيتفضل لي ال 105 او اللي فاضلين عندي ال 125 التانيين اللي فاضلين عندي. يبقى انا كده ايه؟ خصصت ادي القيم اللي موجوده عندي. يبقى انا كده وزعت بفوجز. اما اجي احسب التكاليف، ادي قيمه التكاليف اللي هي برضه 200 في 100 في 11، 50 في 13، 175 في 18، 275 في 13، 125 اهي في 10، 125 في 10، ما ادي القيم اللي موجوده عندي في المساله. طيب نيجي بالليست كوست ميثود، يعني احنا في المساله نفسها هي نفسها برضه هنحلها بالليست كوست ميثود اهو. ادي مثال تاني، هرتب الكوستس بتاعتي بترتيب تصاعدي 10 11 13 14 16 لحد ما بوصل لاعلى قيمه اللي هي 24، وابدا املى الخانات بتاعتي مع اقل تكلفه اهو. ادي ال 10 اقل حاجه عندي خلاص اهي 250، انا خدتهم مره واحده اهوت من الفاكتوري او من سي او من السبلاي سي، حطيتهم على طول 250. بعد كده ابدا اشوف اللي بعدها كام اهو، ده خلاص اتملى لان انا خلاص المخزن رقم 4 اتملى، فانا مش محتاجه بقى في حاجه. ابدا اشوف بعد كده التكلفات باخده 11 كده، يبقى اشوف 11 لحد 24، فين 11 عندي؟ اهي 11 اهي، يبقى ابدا املى 11، انا فيها 200. طيب هو عاوز 200 خلاص، يبقى اتملى اهو اهو، عاوز 200 اتملى. بعد كده ابدا ارتب تاني برضه نفس الفكره عندي من ال 13، ال 13 عندي هيبقى فين؟ اللي هو في المخزن الثاني، الثاني فين؟ اهو عاوز كام؟ عاوز 225، بس انا فاضل لي من الاولاني 50 خلاص، لكن انا عندي ال 13 الثانيه دي ممكن اخدها، يعني ممكن اخد ال 13 اللي هي اللي فوق دي او ممكن اخد دي، يعني دي الاحتمالين موجودين، فانا خدت ال 150 هنا. طيب 150، طيب بعد كده اهو يبقى ده خلص عشان اخلص من العمود ده. فاضل عندي الاربعه دول اللي ما اتملوش عندي، اللي هو المخزن الثاني لسه ما اتملاش والمخزن الثالث لسه ما اتملاش. المخزن الثاني ده اقل تكلفه فيه اهيت اللي هي ال 13 برضه نفس الفكر. طيب يبقى ابدا احط فيه اللي فاضل فيه عندي، اللي هو فاضل فيه كام؟ لسه ما اتملاش، وانا عندي هنا 250، بس انا عندي فيه 50 اهم هاخدهم اللي فاضلين من السبلاي الاي. طيب خلاص يبقى فاضل له 225. طيب اخدهم منين بقى؟ اهو ده خلاص ده اتقفل. طيب خلاص نبدا نشوف برضه نفس 14، فين 14؟ اهو خلاص خد ال 125، يبقى كده ال 275 بتاع المخزن الفرع الثالث اتملى. يبقى هم فاضل عندي القيمه اللي هي 175، يبقى 50 و 150، يبقى اداني القيم بتاعتي. دي طريقه الليست سكوير اللي انا بشتغل عليه. التكاليف بتاعتها بقى التوتال كوست اهيت 200 في 11 5، 50 في 13، 175 في 18، 125
في 14 150 13 يعني طالعه 12 200 عندي. ده بالنسبه للتكاليف. نيجي بقى نشوف الستيبنج ستون. الستيبنج ستون دهوت هنعملها على الطريقه اللي عندي اللي هي الطريقه التوزيع اللي قبل كده خالص اللي هي طريقه الايه النورث ويست الستيبنج ستون زي ما قلنا اهوت ان انا هاخد الطريقه ديت لازم اعرف عدد الصفوف بعدد الاعمده لازم يكون اهو عدد الاعمده زائد عدد الصفوف ناقص واحد لازم تكون بتساوي عدد الخلايا المملوءه عندي عشان ابدا اعمل يبقى في عندي عمليه اتزان موجوده عندي طبعا ما بنعملها فموجود. طيب دي طريقه الستيبنج ستون عندي. طب تعالى نشوف بقى ازاي هنعملها في الطريقة. اللي بيحصل زي ما اتفقنا قبل كده او زي ما قلنا قبل كده ان انا عندي ببدأ اشوف الخلايا الفارغة اللي عندي اهيت ادي واحدة التانية التالتة الرابعة الخامسة الست. عندي ست خلايا فارغين. الستة دول ببدأ اعمل لكل خلية منهم الاختبار بتاع السيبنج ستون زي ما قلنا قبل كده ان انا بعتبر ان انا بنقل لها خلية موجبة وابدأ اتحرك في خطوط افقية او رأسية لخلايا مملوءة. يعني ببدأ من النقطة دي للنقطة دي مثلا للنقطة دي للنقطة دي للنقطة دي يعني من الخلية دي للخلية دي الخلية دي للخلية دي وبقول ان انا ببدأ بموجب سالب موجب سالب. فبيحصل ايه ان انا لما بنقل من هنا من موجب اهو ده موجب بنقل لها خلية بتيجي هنا لواحدة سالبة سالب يبقى انا كده ما غيرتش حاجة هي اتضافت هنا واتطرحت من هنا برضه اتطرحت من هنا اتضافت هنا يبقى انا ما غيرتش حاجه هنا اتطرحت من هنا انضافت هنا يبقى انا ما غيرتش حاجه هنا خلاص يبقى معنى كده ان انا ببدا اهو موجب سالب موجب سالب اللي انضاف هنا انطرح من هنا واللي انطرح من هنا انضاف هنا وبالتالي ما بغيرش حاجه فيها. فببدا اخد اول خليه عندي ابدا اعمل لها الاي 3 اللي هي من اي ل 3 اللي هي القيمه اللي هي الخليه دي ابدا اعمل لها طريقه الستيبنج ستون واعمل لها الاختبار عندي اهو على الرسم عندي اهو. هتبص تلاقي حصل ايه؟ ان انا عندي بدات اهو من الخليه موجبه اهيت نزلت سالب نقلتها بعد كده موجب سالب ابدا اشوف التكاليف كام؟ التكاليف اللي عندي هي عباره عن ايه؟ اهي 17 موجب ناقص 14 زائد 18 ناقص 13 لان انا بعتبر القيمه خليه واحده فقط. يعني خلية واحدة بس هي اللي منقولة وبالتالي بحسب التكاليف كوحدة واحدة طلعت ب8 خلاص يبقى دي أول حاجة. نيجي اللي بعدها يبقى ألاقي الخلية دي طلعت موجب الخلية اللي بعدها A4 اللي هي A4 اللي هي دي اللي هي دي نبدأ نشوف ازاي همشي المسار بتاع اهو شوف بقى أنا نزلت فين لأن أنا لازم أمشي في مسار موجب اهو موجب في مسار آسف لخلية مملوءة من فارغة لمملوءة اهو ملان اهي يعني انا بدات اهو موجب سالب موجب سالب موجب سالب وبعدين موجب يبقى معنى كده ده معناه ايه ان انا مشيت في مسار خطوط مستقيمه ما اقدرش امشي بخط قطري كده ما اقدرش امشي في الاتجاه ده لازم امشي خطوط من فارغ لموج او لمملوء وبعد كده ملان بنقل بقى ليه لان الفكره كلها ان انا بعتبر ان انا حطيت هنا خليه موجبه حطيتها هنا يبقى لازم اشيلها من هنا عشان الاتزان كله يبقى واحد يعني انا هنا حطيت واحد شلت من هنا واحد يبقى المجموع نفسه بقى واحد. طيب شلتها من هنا انا عاوز ده يبقى متزن ضفتها هنا خلاص شلتها من هنا عاوز ده متزن يبقى ضفتها هنا شلتها من هنا ضفتها هنا يبقى معنى كده وابدا احسب قيمه التكاليف اللي موجوده عندي. التكاليف عندي برضه هتبص تلاقي اهي بادئه بكام 14 موجه ناقص 10 ناقص 13 زائد ناقص اسف زائد 13 ناقص 14 زائد 18 ناقص 13 طلعت القيمه برضه موجبه يعني معنى كده ماشي كويس. نيجي نشوف اللي بعدها هناخد الخليه اللي بعدها اللي هي عباره عن بي اهي 1 بي 1 تعالى نشوف المسار بتاعها هيمشي ازاي اهو من بي 1 لاي 1 لاي 2 لانهم اهو لايه؟ لبي 2 رجع تاني لبي 1 لما نيجي نبص اهو موجب سالب موجب سالب اهو. طيب نحسب التكاليف اهو 16 اهمت ناقص 11 سالب زائد 13 بزيرو
كويس، يبقى ادي اللي بعده نبدا نشوف بي 4 اللي هي فين اهي، بي 4 بي 4 اهي، نبدا نشوف اهي، نمشي المسار بتاعها اهو اهو، مسار كله في خطوط مستقيم. خليها الفرغه اللي انا بعمل لها اختبار ابدا انقل لموجبه اللي سالب، اسف هي موجبه نقلتها لسالب، بعد كده الموجب، بعد كده السالبه، وبعدين اهي، يبقى ادي الاختبار. ابدا احسب تكاليفها تاني برضه اهي، موجب سالب موجب سالب، انا بعتبر خليه واحده اهو، التكاليف بتاعتها 10 ناقص 10 زائد بقت ناقص 1. طيب تعالى نشوف اللي بعد كده، سي 1 اللي هي فين اهي، سي 1 اهي، نبدا نعمل لها اختبار اهو، من موجب بنقلها فوق خط مستقيم اهي عشان امشي في خطوط مستقيمه اهي، بس كده يبقى انا كده مشيت اهو من النقطه دي للنقطه دي اهي، مؤهل خليه ملان خليه ملان خليه ملان خليه ملان خليه ملانه، ورجعت لها تاني. لما نيجي نبص لها بقى اهي، موجب سالب موجب سالب موجب سالب، يبقى ادي الثلاث قيم اللي عندي اللي انا بقى ايه بشتغل عليه، او اسف دول مجموعه القيم اللي انا بشتغل عليها. تعال نشوف التكاليف بتاعتها اهي، تكاليف اهي، لما نيجي بدايه من كام اهي، 21 ادي ال 21، بعد كده 11، بعد كده 13، بعد كده 18 14 13 21. فلما نيجي اهو بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس طلعت موجبه 6. طيب ادي خلاص، يبقى فاضل عندي ايه؟ الخليه اللي هي سي 2 اهي اهي، سي 2 اهو، اهو ادي الخليه سي 2. نبص تكاليفها برضه طلعت كام اهو، ادي طلعت ما. هتبص تلاقي عندي ايه؟ القيم الموجبه خلاص ما اقدرش اشتغل فيها، لان خلاص مش هتاثر عندي. ليه؟ لان انا لما بقول ان انا هنقل لقيمه موجبه معناه ان انا بعلي التكاليف، انا ما باخد انما انا باخد القيمه السالبه عشان انقلها، عشان هي اللي هتقلل لي التكاليف. يعني ما الفكره فيها ايه؟ ان انا بحاول اقلل التكاليف، اقللها لايه؟ لاكبر قيمه سالب. اكبر قيمه سالبه عندي اللي هي فين؟ اللي هي الواحد اهي، اللي هي ناقص واحد، هي دي القيمه السالبه، وهي القيمه الوحيده حتى اللي عندي اللي موجوده في المساله بتاعتي. طيب يبقى ابدا انقل ليها القيمه بتاعتي اهو، فين هي القيمه السالبه؟ ابدا انقل لها القيم بتاعتي اهو، بي 4 هي دي القيمه السالبه اللي انا هقدر انقل ليها اهو، هشوف اهو اهي بص القيم بقى اهي، 125 125 275. نبدا ننقل بقى القيم اللي عندي اللي انا هبدا انقلها، هتبص تلاقي اهي انا نقلت بقى ال 125 نقلتها هنا اهي، بقى نقلتها فين؟ نقلتها هنا. طيب 125 اهو نقلتها من هنا لهنا، ما هي دي القيم. لو انا بصيت في القيم اللي قبل كده، لو انا بصيت لي اهو، ادي ال 125 اهو نقلتها فين؟ نقلتها هنا، جبتها هنا ال 125 اهو، وبعدين 125 175. لما نيجي نبص لها بقى كتوزيعه اهي اتنقل، يبقى انا نقلت ال 125 هنا. لما اجي احسب التكاليف هتبص تلاقي التكاليف طلعت عندي اهي 12 200 عندي، لكن هنا في التوتال، لكن انا عندي الكوست بتاعتي طلع 12 75. يبقى هو ده اللي انا بقى ايه بشتغل عليه، وادي القيم بتاعتي اللي انا ايه جبتها اهي. ده برضو تقريبا نفس الفكرة في المسألة، ان انا بعمل برضو الستيبنج ستون لي التوزيع اللي قدامي دهيت، وابدأ اعمل لها اهوت، شوفها تاني، دي طريقة النورث ويست دهيت، ان انا برضو ببدأ اعمل لها ستيبنج ستون، وابدأ احسب القيمة الفارغة اللي عندي اهوت، وادي القيم اللي بحسب لها لها، واجيب ايه 3 طلع موجب 9، شوف ايه 4 اهوت، ما
ببدأ أربعة، بوصل للقيمة بتاعتي أهو، دي برضو القيمة اللي عندي، من A أربعة لاتنين لبي اتنين لبي أربعة، وأبدأ أشوف برضو بلس ماينس بلس ماينس، وأبدأ أشوف قيمة طلع برضو بنفس القيمة بالموجب. يعني بي هاخد بي واحد هي اللي فارق عندي، من بي واحد ل اي واحد ل اي اتنين ل بي اتنين، ترجع تاني هبص برضو القيم عندي، بعد ادي القيم موجب بقت بي واحد بزيرو. طيب نيجي نشوف كمان بي تلاتة اهي، لان هي دي الفارقة عندي برضو، ما انا بعمل اختبار للخلايا الفارقة اللي موجودة عندي. من بي 3 او عشان امشي في خطوط مستقيمة، يبقى من بي 3 لسي 3 لسي 4 لبي 4 وارجع تاني لبي 3 عندي، ومنها احسب برضو قيمة التكاليف اللي موجودة عندي. يبقى معنى كده ادي بي 3 طلع عندي بزائد 1. هتلاحظ ان انا عندي هنا ادي بي واحد بي اتنين بي تلاتة، يبقى فاضل عندي الاتنين اللي عندي اللي هي سي واحد وسي اتنين، برضو هبدأ اعمل لهم الاختبارات بتاعتي اهي. ادي المسار بتاعي بادئ منين؟ سي واحد. بادئ منين سي واحد؟ ادي سي واحد عندي اهي، ببدأ اتنقل لخلية مملوءة الملانة اللي هي سي اتنين، خمسين، مية خمسة وسبعين، 125 125، يبقى انا كده وارجع تاني ل سي 1 وابدا احسب المسار بتاعي اللي انا موجود عليه اهو، بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس، وبعد كده بتوصل للبلس. التكلفه برضه طلعت القيمه بتاعتها كتكلفه الوحده الواحده طلع قيمتها 5. طيب فاضل عندي سي 2 هي اللي فارقه اهو، سي 2 اهو، ادي من سي 2 اهي، هوصل ل بي 2 لبي 4 لبي لسي 4 لسي 2، وبرضه بلس ماينس بلس ماينس، ومن هنا احسب التكاليف. فوجئت ان انا عندي كل القيم عندي هنا ايه؟ موجبه، يبقى بالتالي كل الخلايا موجبه، يبقى معنى كده هو ده الحل الامثل بتاعي، ما عنديش لا قيمه سالبه، يبقى في عندي صفر وموجب، يبقى كل القيم عندي هنا، يبقى معنى كده ان انا ممكن اقول ان التكلفه اللي عندي لما اجي احسبها هتلاقيها طلع 12.75، يبقى معنى كده هي دي النتيجه طالعه، هي دي الاوبتيمم بتاعي. يبقى التوزيع بتاعي ممكن اقول ان هو 250 175 125 125، ده التوزيع الامثل بتاعي اللي على اساسه بحسب التكاليف بتاعتي. دي مجموعة أمثلة بقى عندي ممكن إزاي بعمل المصفوفة بتاعت التكاليف. لكن كده يبقى إحنا وصلنا للترانسبورتيشن بروبلم، وإزاي بعمل لها حل في ال بوصل للأوبتيم سوليوشن. عندي وصلنا إن أنا بقى عندي ثلاث طرق بستخدمهم لحل الترانسبورتيشن، وطريقة الستيبنج ستون عشان اوصل للاوبتيمم سوليوشن اللي عندي، طريقة النورث ويست، طريقة فوجلز ابروكسيميشن، طريقة ليست سكوير، وستيبنج ستون عشان ابدا اعمل الاختبار واشوف اوصل للاوبتيمم سوليوشن اللي انا عاوزه. كده يبقى انتهينا من الترانسبورتيشن بروبلم، ان شاء الله نبدا نخش على موضوع جديد في محاضرات جديدة